بسم الله الرحمن الرحيم. تشرف وفد غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم بمقابلة دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري، ويأتي هذا اللقاء كجزء من خطة عمل غرفة تجارة وصناعة عمان في زيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك ما بين الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان. وتباحثنا في الكثير من الجوانب الاقتصادية والقطاعات التي يمثلها الوفد والاهتمامات الوفد في قطاع الصناعة وقطاع التعليم وقطاع المعارض وقطاع الامتياز التجاري وقطاع أيضا الإعلام الاقتصادي. ونتمنى أن عندنا غدا بعض اللقاءات في الغرفة، ونتمنى من خلال هذه اللقاءات أن يتم التواصل ما بين أصحاب الأعمال العمانيين وأصحاب الأعمال نظرائهم أصحاب الأعمال اللبنانيين، لأن حقيقة الشركات اللبنانية بها خبرات وبها جودة في هذه المنتجات تحظى بجودة طيبة. ونتمنى من خلال هذه اللقاءات والزيارات المتبادلة أن تكون هناك زيادة في التبادل التجاري وزيادة في عدد الشراكات والشركات والاستثمارات المشتركة بين الطرفين بإذن الله.